كرمت الجمعية الدينية لمسجد مالك بن أنس بلدية المحمل ولاية خنشلة حافظة القرآن الكريم التابعين للمدرسة القرآنية الخاصة بالمسجد، وذلك بعد صلاة التراويح بحضور المصلين وأولياء الطلبة. واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في الدنيا سعيدين وبالاخره شاهدين ومن حول النبي صلى الله عليه وسلم فردين. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لولا فضل الله وفضل معلمنا عبد النور لما توصلنا لحفظ القرآن الكريم ولنتكرم في هذه الليلة المباركة ليلة القدر. ما أسعدها هذه الليلة وما أفرحنا، ما أسعدنا في شهر رمضان وفي هذه الليلة وببراعمنا لحفظهم للقرآن، ما أسعدنا إن شاء الله يسعدنا يوم ربي يوم القيامة إن شاء الله، إن شاء الله نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أفرحنا، ندائي إلى الآباء حثوا أبناءكم على حفظ القرآن وبناتكم، ما هي إلا أيام وشهور، وإن شاء الله سيضعون تاجا على رؤوسكم يوم لا يوم إلا يومه. هذا جنبها رزق لديه الصمار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد فلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف إبراهيم وموسى. أما بعد خوتي، نهضر معكم بالدرجة. اللجنة الدينية لمسجد الإمام مالك بن أنس راهي سعات في هذا الشهر الكريم أن توفر كل الشروط للمصلين، خوتنا النساء ولا الرجال، يعني راهي قامت بتوفير كل الشروط. ربي يجازيهم خير، الناس راهم يخدموا في الخفاء، ربي يقبل عليهم إن شاء الله في هذه الليلة المباركة. احنا سعينا ثاني نوفروا جوائز لابنائنا ونكرموهم كما باقي المساجد كما يكرموا ولادتهم. هنيئا للطلبه ولاوليائهم، هاته المكرمه وما اعظمها من مكرمه، حفظ القران الكريم في الشهر الكريم في الليلة الكريمة ليلة 27 من رمضان.